بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من الأسئلة الشائعة جدا على الإنترنت، إزاي أمسح فيديو أنا نشرته على اليوتيوب؟ بنفتح القناة الخاصة بي، دي قناتي أنا سامح شبل. ده عدد الفيو، عدد سبسكرايبرز. هنا بالنسبة لنا بنتبع الآتي: بنروح على فيديو مانجر، بنضغط على فيديو مانجر بزر الماوس الشمال، بيديني الملفات او الفيديوهات اللي انا نشرتها على اليوتيوب. يبقى دي كلها فيديوهات الخاصة بي انا في قناتي على اليوتيوب. عندي هنا عدد الفيديوهات اللي انا نشرتها، هنا بيقول لي 97 فيديو. عندي هنا لو حبيت امسح اي ملف فيديو لاي سبب من الاسباب الخاصة بي. نمرة واحد، نفترض ان هو ده الملف اللي انا عاوز امسحه، في جنبه مربع بنعمل جنبه تشيك، بنظلل علامة الصح، من كلمة actions نضغط على actions، وبننزل ننزل ننزل لغاية ما نلاقي كلمة delete. بضغط على ديليت، بيديني هنا ديليت فيديو، وهنا عطيني رسالة بيأكد عليا هل انا عاوز فعلا امسح هذا الفيديو ولا لا. ان كنت عاوز امسح فيديو هذا الفيديو بنضغط ديليت، ان كنت عاوز ارجع في كلامي مرة اخرى بنضغط كنسل. بنمسح علامة التشيك، دي معناها ان انا رجعت في كلامي ومش عاوز امسح هذا الفيديو. من ضمن الاسئلة الشائعة ايضا، ازاي امسح بلاي ليست؟ بلاي ليست او قائمة من ضمن القوائم. لو انا نزلت عند هنا فيديو مانجر، تحتها كلمة فيديوز، تحتها كلمة بلاي ليست، بنضغط على كلمة بلاي ليست، بيديني القوائم اللي انا نشرتها على اليوتيوب. فدي قائمة من القوائم موجود فيها عدد فيديو واحد، دي قائمة اخرى موجود فيها اتنين فيديو، دي قائمة اخرى موجود فيها اتنين فيديو، وهكذا. عندي دي قائمة فاضية، this list is empty، هذه القائمة فاضية ومفيش فيها حاجات، وانا عاوز امسح هذه القائمة. من على اليمين بنضغط كلمة edit بزر الماوس الشمال، بتظهر هنا القائمة اللي انا عاوز امسحها، بضغط على كلمة edit، بتظهر بنفس هذا الشكل. بنلجأ هنا الى الركن الايمن وبنقف على كلمة مور، بنضغط على كلمة مور، بيديني شورت كات، بنقول له هنا ديليت بلاي ليست، امسح البلاي ليست، بنقول له اضغط ديليت بلاي ليست. هنا كونفيرميشن، هنا تأكيد هل انت بالفعل عاوز تمسح هذه القائمة نظرا لانها فاضية وانا مش محتاجها، وبنقول له yes delete it، امسح. هنا بالفعل مسح القائمة اللي انا كنت عاوز امسح، ورجعني تاني الى القوائم اللي موجودة عندي. عندي في قوائم تانية فاضية برضو لو انا حبيت امسحها نفس الفكرة، لو ما حبيتش امسحها ممكن بنترك. لغاية هنا اتعلمنا ازاي نمسح فيديو، اتعلمنا ازاي نمسح قائمة او بلاي ليست من اللي فيديوهات اللي انا نشرها على قناتي الخاصة على اليوتيوب. لغاية هنا بنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.